ولمناقشة هذه التطورات بالتأكيد انضم إلينا من القدس المحلل السياسي إلي نيسان، وينضم إلينا كذلك من رام الله الكاتب والباحث السياسي جمال زقوت، ومن القاهرة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا دكتور عماد جاد. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من السيد إلي نيسان، تفضلي. أهلا بكم جميعا. في البداية، ما الذي يعنيه دعم حزب شاس أكبر الأحزاب الحليفة لنتنياهو لهذه الصفقة المحتملة بين حماس وإسرائيل؟ السؤال سيد إلي نيسان، لا تسمعني؟ أسمعك، ولكن ما هو السؤال؟ إذا لم تسمعني، ما الذي يعنيه دعم هذا الحزب الكبير أكبر الأحزاب الحليفة لنتنياهو لصفقة التبادل المقترحة والمحتملة، حزب شاس أكبر الأحزاب الحليفة؟ هل هذا يعني بأن نتنياهو يمكن أن يوافق على هذه الصفقة بدعم هذا الحزب؟ إذا فعلا الحكومة منقسمة بين مؤيد وبين معارض. سمعنا يوم أمس حزب المتدينين المتشددين دجل التورا الذي يدعم موقف نتنياهو بكل ما يتعلق بالتوصل إلى صفقة المخطوفين أو الرهائن، واليوم شددت حركة حماس بأنها أيضا تدعم رئيس الوزراء. هناك 5 أعضاء كنيسة من الليكود الذين يعارضون التوصل إلى هذه الصفقة. تقصد شاس صح؟ لا طبعا، شاس برئاسة وليس حماس. آسف. وهناك 5 أعضاء كنيسة من الليكود الذين أبدوا عن معارضتهم للتوصل إلى أي اتفاق بهذا الموضوع، وعليه نتنياهو اجتمع بشكل منفرد مع أعضاء الكنيسة لإقناعهم بالتوصل إلى هذه الصفقة. صحيح أن هناك وزيرين من في الحكومة، بين غفير وسموتريتش، اللذان يعارضان التوصل إلى أي صفقة بهذا الموضوع، وهذا هناك نقاش بهذا الموضوع، لأن ولكن في الأخير نجح في مسعاه. بس أكمل الجملة، لأن كما أعرب الخمر الروحي لهذه الأحزاب، لأحزاب بن غفير وسموتريتش، قال أن فقط هذا بمثابة تهديد، ولا يمكن أن الوزيرين ينسحبا من الحكومة، لأن انسحاب من هذا القبيل يؤدي إلى اعتلاء اليسار سدة الحكم. وأذكر أن هذا الأمر حدث في الماضي في حكومة رئيس الوزراء أنذاك يتحك شمير، عندما اليمين برئاسة والدة تحيى النقبي الذي هو اليوم يترأس المجلس الوطني برئاسته، هي التي أسقطت الحكومة، ثم اعتلى اليسار وتوصلنا إلى اتفاق أوسلو. ولذلك الحكومة في هذا المضمار منقسمة، ولكن كما سمعنا أيضا من المتحدث باسم دولة قطر أن أيضا حركة حماس لم تعطي أي جواب بهذا الموضوع. حركة حماس سنناقشها مع السيد جمال، ولكن في الناحية الإسرائيلية أتحدث معك سيد إيلي. في الأخير، هل نجح نتنياهو بالحصول على دعم ما؟ هل يمكن أن يحصل على دعم ما لقبول هذه الصفقة؟ أنا أقول أن نتنياهو في هذا الأوان هو في مأزق. وقبل قليل أنا تسلمت خبر بمكتب رئيس الوزراء أن مفاده أن نتنياهو صحيح يعتني بصفقة المخطوفين، ولكن هو لن يكف على مواصلة الحرب ضد حركة حماس والقضاء على القوة العسكرية لحركة حماس. صحيح أن حركة حماس تطالب كما سمعنا قبل قليل أيضا بالتزامات إسرائيل وضمان أوروبي وأمريكي وكل العالم بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية. هذا الأمر كما قال نتنياهو أيضا في الاجتماع الذي كان يوم أمس في لجنة الخارجية والأمن التابعة وللكنيست، ونتنياهو حضر هذا الاجتماع، هذا الأمر
لا يمكن أن يكون على أرض الواقع، بمعنى أن إسرائيل خرجت للحرب ضد حركة حماس بعدما حدث في 7 من أكتوبر ومقتل واختطاف أكثر من 1400 و 1500 من مواطني دولة إسرائيل. الشرط هو أن إسرائيل توافق على المرحلة الأولى حتى إعادة المخطوفين من النساء والأطفال والأولاد والمسنين والمرضى، ثم يبدأ في بعد في اليوم 16 تبدأ محادثات بوساطة مصرية وبوساطة قطرية حول ما يحدث في المرحلة الثانية، ولكن لا يمكن أن إسرائيل تتعهد سلفا بأن هي في المرحلة الثانية قبل أن يتم إطلاق سراح الجنود والمجندات أن إسرائيل تتعهد بأنها تنسحب من قطاع غزة وتقف وتتعهد بوقف إطلاق النار، وثم حركة حماس تستعيد قوتها العسكرية. على العموم في النقطة الثالثة أو في المرحلة الثالثة هناك حديث عن حماس وعن سلاح حماس. سأعود إليك السيد إيلي ولكن إلى السيد جمال في هذا الشق الذي تحدث عنه السيد إيلي بأن إسرائيل ترفض هذه النقاط. لا تعتقد إسرائيل لغاية الآن بأنها قد تقبل بأن تصل إلى وقف تام للأعمال القتالية أو وقف تام للنار، كذلك لن تقبل بوجود حماس. ماذا عن حماس؟ هل الصيغة مناسبة لحماس؟ هل ستقبل حماس هذه الصيغة التي قدمت لها؟ أو على الأقل ما نعرفه حول ما قدم في هذا المقترح؟ مساء الخير لك وللمشاهدين ولضيوفك الكرام. أنا أعتقد أن الأولوية العليا ليس فقط لحركة حماس بل للشعب الفلسطيني بكل مكوناته هو وقف هذه الحرب، وأعتقد أن هذه الأولوية باتت يعني أولوية كل صناع القرار الدولي بما في ذلك البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى يعني الدول الكبرى سواء كان في بريطانيا أو الصين أو روسيا أو يعني التجمعات الإقليمية والدولية الأخرى. إذن هناك تقاطعات كبيرة بأن المجتمع الدولي والعالم سئم هذه الحرب، وسيما أن يعني إسرائيل التي تتوعد على مدار 8 أشهر بأن تحقق أهدافها العسكرية المعلن منها وغير المعلن وأهدافها السياسية المضمرة والمعلنة بما في ذلك يعني كما كان في بداية الحرب تهجير الفلسطينيين خارج حدود قطاع غزة. كل هذه الأهداف تبين أنها يعني غير قابلة للتحقيق، ولذلك الولايات المتحدة التي قدمت كل أشكال الدعم لإسرائيل على مدار الأشهر 8 الماضية وهي تدرك أن يعني المحاولة الأخيرة التي تقدمت بها مصر وقطر بالتنسيق مع الوسيط الأمريكي أفشلها نتنياهو عندما اجتاح مدينة رفح لأنه كان يرفض هذه الصفقة وكان يناور. السؤال المطروح الآن نتحدث يعني عن الجانب الفلسطيني ما تم تقديمه بالضبط، لنتحدث عن تفاصيل قدمت في هذا المقترح من مبادئ فيما تم تقديمه من مبادئ في خطاب الرئيس بايدن والتي اعتبرها البعض أنها مبادرة رغم أنه تحدث أن هذه ورقة إسرائيلية. حركة حماس رحبت من حيث المبدأ بهذا الأمر، ولكن أنا أعتقد المبادئ التي قدمت من الرئيس بايدن تشمل يعني وقف مستدام أو دائم لإطلاق النار، وهذا ما تعترض عليه إسرائيل وتحاول يعني أن تتلاعب في هذا الأمر لتبقي إمكانية استئناف الحرب في أي وقت. أنا أعتقد أن النقطة الثانية التي يمكن أن تكون مثار اختلاف مع حركة حماس هو ضمان الانسحاب الشامل من قطاع غزة، وأنا أعتقد أن يعني التصريحات الأمريكية السابقة كانت تقول بكل وضوح أن أي ترتيبات قادمة يجب أن تتضمن عدم بقاء الجيش في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي ومنع إسرائيل من اقتطاع أي من أراضي القطاع. أنا أعتقد هذين المبدأين التي تبنتهما الإدارة الأمريكية يمكن أن يشكلها أساساً للتوصل إلى حل وسط بالصياغات أو بالمراحل من أجل أن تتقدم يعني هذه الصفقة نحو التنفيذ سواء كان بالمرحلة الثانية
الثانية أو المرحلة الثالثة أو وجود ضمانات حتى بعد المرحلة الثالثة، لسبب بسيط أن الشعب الفلسطيني كما قلت بكل مكوناته بما في ذلك حركة حماس التي لا يمكن هي بنفس الوقت أن تقبل بأن يضمر نتنياهو بأن يحصل على يعني ما يريد من ناحية ثم يواصل الحرب للقضاء على من يفاوضه. هذا الأمر يعني متنبه له حركة حماس، وهي الآن في ميزان معيار دقيق بين المصالح الوطنية الفلسطينية وبين ما يمكن أن تقدمه يعني لحين الوصول إلى ضمانات أو آليات قابلة للتنفيذ دون تراجعات إسرائيلية. في هذا السياق، في هذا السياق أنا أعتقد أن هناك نقطة غائبة، وما أشرت إليه إلى مستقبل حركة حماس بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نعم. أنا أعتقد أن الخريطة الفلسطينية تقول بكل وضوح أن حركة حماس هي جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وأن حركة حماس كانت قد تقدمت بالحديث مع الأشقاء في مصر منذ بداية الحرب على أنها يعني لا ترغب في أن تنفرد بحكم قطاع غزة على الإطلاق، بل هي مستعدة للتعامل مع حكومة وفاق وطني غير فصائلية، أي أن نعم. حركة حماس غير موجودة فيها. هذا من ناحية يلبي نعم. ولو شكليا، ولكن سيد جمال ولكنه في نفس الوقت مصلحة، هي موجودة كبند، مصلحة كبند وطنية فلسطينية. مستقبل حماس وموجود في بند في المرحلة الثالثة. سأعود إليك لنقاش هذه النقطة الأساسية، ولكن أنا مسألة إخراج حركة استبقنا كثيرا هذه النقطة. أنا مسألة إخراج حركة سيد جمال، دعنا نفهم في البداية ما هو المقترح، لأنه غير مفهوم لغاية الآن. إن كان إسرائيليا ولكن مرفوض من الناحية الإسرائيلية، حماس ما موقفها؟ سأعود إليك في نقطة مستقبل حماس بالتأكيد ومستقبل القطاع، ولكن دعنا نشك في الحوار الدكتور عماد. أيضا دكتور عماد، الآن قدم مقترح سمي مقترح بايدن، ولكن في الحقيقة هو مقترح إسرائيلي، ومع هذا إسرائيل مختلفة، أو أقصد حكومة الحرب مختلفة حوله، وحتى المسؤولين والأحزاب السياسية مختلفة حول هذا المقترح في النهاية. حماس على الأقل تقول إنها توافق أو تتعامل بإيجابية أو تنظر بإيجابية إلى الخطوط العريضة التي قدمت لها. مع كل هذه المؤشرات والمعطيات، هل تعتقد بأنه يمكن الوصول إلى صفقة فعلاً؟ يعني في الحقيقة أستاذ سارة، أي مراقب أو محلل أو متابع تصيبه الدهشة والحيرة من التصريحات المختلفة من الأطراف المعنية. يعني في الحقيقة بايدن قدم مقترح، قال أنه مقترح إسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية مختلفة حواليه. قطر بتقول ان عايزين ضغط على اسرائيل وعلى حماس للقبول. من الذي قبل ومن الذي لم يقبل؟ نعم. وما الذي قبل وما الذي لم يقبل؟ يعني في الحقيقه شيء يعني مثير للاضطراب. لا المحلل يستطيع ان يحلل، ولا هناك معلومات متكامله، ولا في وضوح في الرؤيه. باختصار إجابة لسؤال حضرتك بشكل مباشر، ما يحدث من تغييب عمدي لأجزاء من المعلومات والحديث في العموميات والابتعاد عن التفاصيل، رغم أنني لا أقول أن الشيطان يكمن في التفاصيل، المفاصل تكمن في التفاصيل. يعني بمعنى أن يعني المرور للاتفاقات يكمن في التفاصيل وليس في العموميات. نعم. ما نسمعه حتى الآن هي عموميات، لكن عموميات تدور حول المواقف الجوهرية. يعني مثلا الحكومة الإسرائيلية الحالية لا يمكن أن تقبل بأن تستمر حماس مسلحة في القطاع. هذا أمر يعني مهما قيل هذا أمر مرفوض بالنسبة للحكومة الإسرائيلية. الآن لا يوجد وضوح من حتى يعني التحليلات العامة تتحدث عن حماس جزء من الشعب الفلسطيني. نعم، حماس جزء من الشعب الفلسطيني، لكن لن تقبل حماس بالسلاح. هنا دور قطر، موقف الحكومة الإسرائيلية. يعني أقصد أقول يا أستاذة سارة أن الموضوع حتى الآن غامض، وأنا لا أرى فيما يجري حتى اللحظة التي نتحدث فيها
ما يبشر بإمكانية التوصل إلى اتفاق. نعم. للمرحلة الأولى على الأقل لا يوجد مؤشر بالنسبة لي، لأن الغامض في الموضوع أكثر من الواضح، وتعمد الغموض أيضا واضح في هذا الأمر. ودائما في إطار الغموض الذي تتحدث عنها الدكتور عماد في الناحية الإسرائيلية، وهذا سؤالي للسيد إيلي، مثل ما ذكرنا بأن هذا المقترح من المفترض بأنه إسرائيلي قدم من بايدن، ولكن هو الآن مختلف عليه في الداخل الإسرائيلي. إذن هناك من يرفض وقف تام للحرب، ما البدائل إذن المطروحة من قبل الرافضين لإنهاء الحرب في الداخل الإسرائيلي؟ سيد طيب إيلي. أنا أرد على السؤال، بس أنا أريد أن أرد على ما قاله جمال باختصار من فضلك. باختصار سيد جمال، على ما أنت تتحدث على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، هل سمعت التصريحات التي أفضى بها رؤساء حركة حماس من أنهم يريدون الحرب ضد إسرائيل والقضاء على إسرائيل، وهم لا يريدون أن يكون نزع الأسلحة في قطاع غزة، وهم يريدون السيطرة على قطاع غزة؟ ثانيا، أنت تتحدث باسم الشعب الفلسطيني حركة حماس. أنا سيد جمال أريد أن أذكرك موضوع واحد. هل تتذكر كم جولة محادثات كانت بين السلطة الفلسطينية وبين حركة حماس لرأب الصدع حول الخلافات؟ سيدي لي، هذا موضوع فلسطيني، أجبني على سؤالي من فضلك. هذا موضوع فلسطيني فلسطيني، أجبني على سؤالي عن الداخل الإسرائيلي من فضلك. أنا برود، وكل هذه المحاولات والجولات لم تتكلل بالنجاح وباءت بالفشل الكامل حتى اليوم. ثانيا، أنا أقول أن رغم الانقسامات في إسرائيل بهذا الموضوع، إسرائيل قدمت تنازلات سخية لحركة حماس، والطرح الإسرائيلي الذي قدمته إسرائيل والولايات المتحدة وأفضى به الرئيس الأمريكي رغم النقاشات الموضوع الموجودة في الداخل الإسرائيلي، لن يكون انسحاب إسرائيل. صحيح أن هناك قضية المخطوفين، إسرائيل تريد الانتهاء من هذه القضية، ولكن لن يكون انسحاب كامل. جمال، أن تسمع كلامي، لن يكون انسحاب كامل من قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وهذا ما يرفض بالتأكيد فلسطينيا. هنا انتقل للسيد جمال. إذا في مسألة الانسحاب التام، هذا المقترح يطرح الانسحاب التام في المرحلة الثانية. سيدي لي، دعني أطرح سؤالي على سيد جمال. هذا المقترح يطرح أو يضع بند الانسحاب التام للجيش الإسرائيلي في المرحلة الثانية، كما يضم في المرحلة الثالثة بند أن لا يكون لحركة حماس إطلاقا أي مستقبل في مسألة، أو أن لا تعود لحمل السلاح. ما الذي يفهم من المقترحين أو البندين يعني، وهل يمكن الالتزام بهما؟ باختصار شديد من فضلك سيد جمال. يعني أنا أعتقد بأن يعني ما يحاول إلي نيسان الإشارة إليه بأن يعني الانقسام مستعصى، الانقسام مصلحة إسرائيلية، وأنا أعتقد أن نتنياهو يوافق على هذه الصفقة من حيث المبدأ من أجل يعني إدامة هذا الانقسام وتحويله الانفصال، وهي الأداة الرئيسية التي ستمكنه إذا استمرت من منع قيام دولة فلسطينية رغم كل يعني ما يشبه الإجماع الدولي والاعترافات الأوروبية المتتالية إزاء يعني الدولة الفلسطينية على حدود عام 67. أما بما يخص أن حركة حماس تريد إبادة إسرائيل، فهذا كلام يعني أصبح من الماضي. حركة حماس يعني أعلنت موافقتها على إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقالت بأن هذا يعني طالما هو خيار الإجماع الفلسطيني فهي ملتزمة به، بل أكثر من ذلك قالت عندما يكون ذلك متاحا أو في مسار مضمون غير قابل للتراجع هي مستعدة أيضا أن تتخلى عن سلاحها. لا يمكن أن يطلب من شعب
يعني يعيش الاحتلال. وبالمناسبة يعني الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني لم تبدأ في 7 أكتوبر، أنا لا أقول فقط أنها بدأت من عام 48، هناك 5 حروب كانت على قطاع غزة، وهناك حرب المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية على مدار السنوات الماضية، وعدد واسع من الفلسطينيين يقتل يوميا في الضفة الغربية. إذن لا يمكن أن تكون معادلة يعني أن الشعب الفلسطيني أن يرفع يديه مقابل عدم التزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال. أنا أظن في كل الأحوال أن المواقف ليست بعيدة. بالبند الأخير هذا يعني بأن حركة حماس لن تقبل بالبند الأخير. نعم لا. حركة حماس لن تغيب من المشهد الفلسطيني، ولكن حركة حماس انتقاليا وإلى حين الوصول إلى ضمانات في المسار السياسي قالت وبوضوح أنها يعني من حقها أن تكون جزء من القرار السياسي العام في سياق منظمة التحرير. أما بما يخص الحكومة الفلسطينية فقد قدمت حركة حماس اقتراحا يعني يجعلها خارج الحكومة والحكم، وضحت الصورة وأن يكون هناك حكومة انتقالية لمدة 3 سنوات تتولى من رام الله. كنت معنا كاتب البحث السياسي جمال زقوت، شكرا جزيلا، من القاهرة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري، سابقا الدكتور عماد جاد، وكان معنا كذلك من القدس المحلل السياسي إلينا سان، شكرا.